السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واصدقائي، يا رب تكونوا دايما بخير. وقدم لكم تحديث لحظي لأسعار صرف الدولار والعملات في السوق السوداء في مصر اليوم السبت 19/10/2024. فضلا منكم اخواتي اتمنى تدعموني باشتراك ولايك. اسعار صرف الدولار والعملات اليوم في السوق السوداء: سعر الجنيه الاسترليني 94 جنيه 91 قرش، سعر الدينار الليبي 10 جنيه 35 قرش، سعر الدينار البحريني اليوم في السوق السوداء 135 جنيه 9 قروش، سعر الريال العماني اليوم في السوق السوداء 132 جنيه 40 قرش، سعر الدينار الأردني 71 جنيه 15 قرش، سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء 164 جنيه 70 قرش، سعر الريال القطري اليوم في السوق السوداء 13 جنيه 65 قرش، سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السوداء 13 جنيه 65 قرش، سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء 13 جنيه 21 قرش، سعر اليورو اليوم في السوق السوداء 54 جنيه 51 قرش، سعر الدولار الامريكي اليوم في السوق السوداء الشراء سجل 49 جنيه 65 قرش، والبيع سجل 50 جنيه 91 قرش. بشكركم اخواتي، بتمنى لحضراتكم الخير كله يا رب. السلام عليكم ورحمة الله.